أنا ميال إلى نظرية المؤامرة ونظرية تصنيع هذا الفيروس، ليس من الخيال، إنما هذا الفيروس، فيروس كورونا، هو عبارة عن أسلحة حديثة جرثومية بيولوجية متطورة جدا. آن الأوان في هذه المرحلة أن تخرج إلى الوجود وأن تكون الصين المنافس الشديد للسوق الرأسمالي الأمريكي، أن ينطلق الفيروس من خلالها وإلى كل العالم. هناك تخطيط سابق منذ أكثر من 20 عام، من 2004 هناك مختبرات في أمريكا تقوم بتصنيع هذا الفيروس وغيره من الفيروسات القاتلة للبشر. أن الفيروس لم يأتي بالصدفة، إنما هو تم تصنيعه في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا النوع من الفيروس مثله مثل الفيروسات السابقة، مثل السارس والإيدز والإنفلونزا الخنازير والجمرة الخبيثة أيضا كذلك. أمريكا لديها 12 مختبر متقدم جدا منذ أكثر من 20 عام يصنع هذه الفيروسات وهذه الجراثيم القاتلة. والآن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء أكبر مختبر لتصنيع الجراثيم القاتلة والفيروسات في ولاية منهاتن. هذا ليس يعني ليس مخبأ على العالم، يعني وليس متداول بالإعلام، متداول، ونحن نعرف ذلك ونتابع ذلك من خلالنا كمنظمات دولية وكمنظمة العفو الدولية. نتابع هذه النشاطات التي تقوم فيها الولايات المتحدة الأمريكية.